بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. المجلس 28 في قراءة والتعليق على مختصر الفتوحات المكية المسمى لواقح الأنوار القدسية المنتقى من الفتوحات المكية. والفتوحات المكية لسيدي محي الدين ابن العربي الحاتمي رحمه الله تعالى، والمختصر لسيدي الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. الباب 51. وقال في الباب 51: من رجال الله تعالى من أعطاه الله علامة يعرف بها الحرام في المأكل والملبس والمشرب وغير ذلك، فاستراح من التعب والتفتيش وسوء الظن بعباد الله المكتسبين لذلك المال. يعني في ناس من الأولياء ربنا يديهم علامة، أما ينزل للأكل كده يعرف ده حرام ولا حلال، مجرد أن ينزل لي كده. من ضمن اللي أنا سمعت عنهم من مشايخي الشيخ حسن القوسني، كان في هذه الخاصية أيام الخديوي عباس، كان هو شيخ الأزهر أيام الخديوي عباس، الشيخ حسن القوسني، هو في أسانيد طريقتنا وكذلك في أسانيدنا إلى الشمائل المحمدية وسنن الترمذي. الشيخ حسن القوسني كان برضو يرى إيه الطعام كده، تبقى أنت شايفه رز، شايفه لحمة، شايفه حاجة، لكن هو شايفه حرام لدرجة إن كان يشوفه دم. يعني إيه علامة كده، يبقى شايفه قدامه كأنه دم. فلما كان عنده لقاء مع الخديوي عباس، وكان الخديوي في هذا الزمان يلتقي بشيخ الأزهر مرتين في السنة، مرة في رمضان ومرة في أثناء السنة في غير رمضان، علشان يوصل له شكاوى الناس. فكان الخديوي له مقابلتين، شكاوى الناس يجمعها شيخ الأزهر ويقابل الخديوي يوصل له وينصحه. فكان في هذا اللقاء كان في رمضان، وكان عزمه على الفطار. مائدة الخديوي طبعا عمرانة، مصر لسه مش مديونة ومليانة خير. فراح هو زايح أكل الخديوي وفرش المنديل بتاعه، كان زمان في حاجة اسمها المنديل المحلاوي، تلاقي منديل كبير كده، وكان حاطط فيه الايه حتة جبنة قديمة وكسرة خبز كده وكم تمرة وحزمة جرجير، جايبهم معاه يفطر، يفطر بيهم مع انه رايح عند الخديوي. فراح فارد دي وزي حكل الخديوي وفرش. فالخديوي عباس بيقول له: ألا نستطيع أن نطعمك يا شيخ حسن؟ تأتي بطعامك عندنا؟ قال: تريد أن آكل دم الناس؟ قال: وأين دم الناس؟ هذا رز وهذا لحم وهذا شوربة وهذه سلطة. قال له: تحب أريك دم الناس؟ راح مسك له حفنة رز وعصرها له كده، نزل دم. دي من ضمن كرامته، لدرجة ان الخديوي عباس تاب على يديه وقالوا: انا انتصح بنصيحتك، وكل مظلمة نبهني بها. لما عرف الانجليز ان الخديوي عباس هيمشي ورا المشايخ ويتقدم، عملوا مؤامرة وتخلصوا منه. ففي ناس كده ربنا ايه بيدي ينور لهم بصيرتهم، يشوف الطعام الحرام يشوفه حرام، يعرف انه علامة كده. كان سيدنا المحاسبي الحارس المحاسبي من كثرة محاسبة النفس برضو كان عنده العادة دي، يمد ايده على الطعام وعنده عرق في ايده كده، هنا في الصباع بتاعه ده، اول ما العرق ده ينبض كده يعرف ان الطعام ده حرام، علامة بينه وبين ربنا. ففي مشايخ كده، عشان كده بيقول لك ايه هنا: من رجال الله تعالى، يعني من بعض الاولياء، من اعطاه الله علامه يعرف بها الحرام في المأكل
والملبس والمشرب وغير ذلك، فاستراح من التعب والتفتيش وسوء الظن بعباد الله المكتسبين لذلك المال. اللي ما عندوش العلامة دي بيسيء الظن بقى، أي مال قدامه يخاف يبقى حرام، فإيه يمشي على غلبة الظن وخلاص. فقد يسيء الظن ببعض الناس ومالهم حلال، لكن دول ربنا يديهم العلامة فيسلم من إساءة الظن ببعض المكتسبين. فهم؟ وهذا الأمر يعني العلامة دي ربنا ما يديهاش للإنسان إلا بعد ما يضيق على نفسه وإيه ويتورع سنين طويلة، بحيث ان هو يحتاط سنين طويله لحد ما ربنا بقى ايه يريحه من الاحتياط ده ويديله العلامه دي. فهمت؟ عشان كده بيقول لك وهذا الامر لا يكون الا بعد التضييق الشديد في الورع على نفوسهم، فهناك جازاهم الله تعالى ونفس عنهم يعني ريحهم باعطائهم تلك العلامه في ذلك الشيء المتورع عنه فيستعملونه، فيظن من لا علم له بذلك أنه أتى حراما وليس كذا. اللي ما عندوش العلامة دي اللي قاعد بيأكل في أكل هو يظن أنه حرام، فيقوم يظن الظن السيء بهذا الولي، ولما ما عندوش ورع ده بيأكل من كل حتة يقوم هو إيه يسيء الظن، يظن من لا علم له بذلك أنه أتى حراما في نظره يعني. فهم؟ وليس كذلك. قال وقد ذقنا ذلك ولله الحمد. بيتكلم عن نفسه وأن ربنا إيه إداله هذه العلامة أيضا، بحيث أنه يعلم بالنظر إلى الطعام المقدم أو الملبس الملبوس إن ده حرام ولا حلال. كان الشيخ إسماعيل صدق العدوي مر بمرحلة ربنا كشف له مثل هذه الأشياء، قعدت معاه حوالي سنة لحد ما دعا ربنا إن ربنا يصرف عنه لأنه تعب منها، فكان يرى الإيه الأشياء يعرف على طول مصدرها، ده أكل من اليتامى، ده جابها من تجارة مخدرات، ده جابها منين، فكان يدخل عليه الناس يقعد يشتمهم. فلما ساء بقى خلقه مع الناس قال يا رب اصرف عني هذه العلامة واستره معنا، لأنه لقى نفسه طول النهار قاعد يشتم في الناس. والإمام أبو حنيفة كان عنده العلامة دي يراها في ماء وضوء الناس، يشوف معاصي الناس وهي نازلة في آخر ماء الوضوء. الإمام أبو حنيفة. ففي بعض الاولياء ربنا بيكشف لهم مثل هذه الامور المعنويه يجعلها حسيه بالنسبه لهم. فهم؟ قال وقد ذقنا ذلك ولله الحمد. وقال من رجال الله من اعطاه الله الورع عن سماع الغيبه في مجلسه. وبرضه من رجال الله الاولياء لما تجلس مجلسه تلاقي ربنا يصرف كل الجالسين انه يجيبوا سيره حد بسوء. ربنا يعصم مجلسه من الغيبه. كويس؟ فلا يقع في مجلسه قط غيبه حين أحكم كراهة الغيبة في الناس. ومن لم يحكم هذا المقام فدواؤه الفرار من مجالسة الناس، لعجز الإنسان في مجلسه عن منع الناس عن الكلام بالفضول. اللي ما عندوش بقى العلامة دي ويقدر يمنع الناس من الغيبة كرامة له، عليه أنه هو بقدر طاقته ما يجلس مع الناس ويأنس بيهم حتى لا يسمع غيبة الآخرين، خصوصا أن معظم كلام الناس على الناس، معظم كلام الناس بيبقى ايه على بعضهم، دي معظم الحكاوي بتحلو قوي الكلام لما يبقى ايه حكاوي على بعضهم، فده من الامور تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فان لم يكن لك هذه الهيبه في نفوس الناس بحيث انك اذا جلست معهم لا يغتابوا احد، يبقى انت ايه تحاول تبتعد عن مجالسه الناس بقدر طاقتك. ومن رجال الله من اثر مجالسه الروحانيين من الجان على الانس. وبعد بقى ايه الاولياء، ودول ادنى انواع الاولياء اللي هم بيحبوا يبقى ليهم علاقه بالجن والقرين، دول ادنى نوع من الاولياء وعلى خطر عظيم من سوء الخاتمه. عشان كده اوعى يبقى ليك علاقه بولي له علاقه بالجن والقرين، ولك انا عندي خبره ده ولي على شفا حفره من نار. فهمت ازاي؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم إيه رهقة، ولا زادوهم راحة، أرهقوهم إرهاق شديد. فدول من نوع من الأولياء يسخر الجن علشان يسيطر على إيه على بعض الناس، ودول بيحبوهم أو العوام يا وعملوها مسرحية. حلمك يا شيخ علام زمان بتاع أمين الهنيدي عمل مسرحية زمان، كنا في شباب ساعتها، معرفش انتوا حصلتوا ليه محصلتوهاش، اكتبها كده على اليوتيوب حلمك يا شيخ علام مسرحية،
جابوا لك نوع من هؤلاء المشايخ اللي هم بيهم ليه علاقة بالجن، وإيه وبرضه تبع اللي هو هنيدي ده، عمل برضه بيه حاجة تشبه خير، يعني لهم علاقة بالجن، يقوم الجن يديله أخبار غيبية، ده اسمه إيه واسمه أمه إيه ومشكلته إيه، يقوم يقابلك يقول لك أنت كذا ومشكلتك، تقوم إيه تسلم له. النوعية دي بقى ابعد عنها، دول قطاع طريق، قطاع طريق، وابعد عنهم ولا تسمع لهم، ولو قاعد في مجلس امشي، فينفر منه كالمجزوم. فهمت بقى؟ ومن رجال الله من آثر مجالسة الروحانيين من الجن على الإنس، وهو جهل منه. ليه جهل منه؟ لأن الإنسي الصالح أعلى من الجني، وعمر ما الإنس هيتعلم من الجن شيء يوصله لله، لكن شيء يوصله للأكوان، فهيحجبه بالكون عن المكون. اللي يوصل لله هم أولياء إلا الإنس، خد بالك، وعشان كده ربنا لم يبعث رسول من الجن. يبقى أنت لو المسألة بقى مرتبة في معرفة الله، فصاحب الإنس مش صاحب الجن بقى. الجن أصلا مرتبتهم في الدنيا، وهم خلقوا من نار، والنار فيها الهوجة وكثرة الحركة والجلبة وعدم التركيز وعدم الاستقرار وعدم الاطمئنان، ففيهم هذه القضية، وبالتالي ابعد عنهم. هتعيش طول عمرك في جلبة وعدم اطمئنان وعدم استقرار وفوام. فهمت؟ عشان كده بيقول لك ايه، وهو جهل منه، لأنهم قريب من الإنسان في الفضول، والعاقل من هرب منهم كما يهرب من الناس. يعني ايه في الفضول؟ يعني عايشين كلهم في ايه، مهتمين بامور لغو، ده اخباره ايه ومشاكله ايه مع مراته، وده مشكلته ايه مع رئيسه، وده مشكلته ايه مع جاره، وده مشكلته ايه مع نفسه، وده مشكلته ايه لما بيبقى لوحده، وده مشكلته يعني مشغول في الفضول، كلام كله ما يوصلش لربنا، فمحجوب بالناس عن ربه. فاهم؟ فده اسمه فضول. وفي ناس تحب قوي الحكايه دي، وتحب الولي قوي اللي يخبره عن ايه، خاصة بنفسه، يا سلام، هو ده اللي يسلم له نفسه. ودي غباوة، غباوة من بعض المريدين يوم يسلم نفسه لهؤلاء. وتلاقيهم دول حوالين أضرحة الأولياء كتير، وتلاقيهم ليهم علامة كده، معلق سبح كتيرة وعلامات أنت عارف، ناس يقول لك ده مكذوب، ده راجل طيب، ده مش عارف إيه، وهو قاعد قاطع طريق، يقطع الطريق. أوعى تسلم له نفسك ولا تجلس معاه. الحمد لله طول عمري أزور الأولياء، وعمري ما جلستهم، عمري. وكان كتير وانا شباب يشاور لي كده، وتعالى تعالى يا حبيبي، ايه اللي شغلك، انا هقول لك، ابص له كده وشاور له وامشي. عمرك ما تسلم له نفسك ولا تضيع عرقك معاه، هيقطع طريقك. فهمت؟ ويشوشك ويعيشك طول عمرك في فضول. فضول يعني لغو، يعني لا طائل من ورائه. فهمت بقى؟ والعاقل من هرب منهم كما يهرب من الناس. مش قال لك فوق اهرب من الناس عشان كلامهم غيبه كتير، واهرب من دول كمان علشان دول ماشيين ورا الجن، والجن متوهنهم، ومش متوهنهم وبس، وكمان مخليينهم مشغولين بالناس عن رب الناس. فإن مجالستهم رديئة جدا، قل أن تنتج خيرا، لأن أصلهم نار. الجن اصلهم النار، وانت هتستفيد من النار؟ اللي يقعد جنب النار تحرقه، صح ولا لا؟ لان اصلهم النار، والنار كثيرة الحركة، ومن كثرت حركته كان الفضول اسرع اليه، وهم اشد فتنة على جالسهم من الناس، لانهم قد اجتمعوا مع الناس في كشف عورات الناس التي لا ينبغي للعقل ان يطلع عليها، ولانهم كائنات لطيفة بتخترق الجدران، فممكن يطلعوا على عورات الناس. فانت عايز تقعد تجالسهم عشان تعرف عورات الناس؟ يعني انت عايز توصل لايه بالظبط؟ فاهم؟ وبالتالي ابعد علشان تسلم. وما جالس الجان احد فحصل عنده منهم علم بالله جمله واحده، يعني ما خدش منهم جمله واحده توصلوا بالله، كل اللي خدوا منهم اشياء وصلته الى عورات الناس. يبقى انشغل بالناس عن رب الناس، وازداد حجابه، لانهم اجهل العالم الطبيعي بالله، يعني اجهل العالم الطبيعي المخلوق، يعني
بالله هم هؤلاء الجن لسبب طبيعة خلقتي. النار فيها الوهج وفيها عدم الاستقرار واخد بالك وعدم الدوام وفيها ايه يغلب عليها الإفساد والفساد. ويتخيل جليسهم بما يخبرونه به من حوادث الأكوان وما يجري في العالم مما يحصل له من استراق السمع من الملأ الأعلى، فيظن جليسهم أن ذلك من كرامة الله به، وهيهات ما ظنوا. غاية الرجل الذي يعتني به أرواح الجن أن يمنحوه من علم خواص النبات والأحجار والأسماء والحروف وعلم السيمياء، اللي هو نوع من أنواع إيه؟ نوع من أنواع خصائص الحروف. عشان كده تجد إيه في ناس كتير من الأولياء عندهم يعملوا جداول كده حروف بترتيب معين، أو ده بعلم السيمياء أسرار الحروف، وهو نوع من أنواع السحر ويجب تجنبه ويحرم التعامل معه. عشان كده لو وجدت بعض أحزاب الأولياء فيها مثل هذه الطلاسم اقرأ الحزب وابعد عن الطلاسم، لأن من ورائها جن بيحميها، وبالتالي بيقترب بك الاتصال بالجن، فإياك أن تحاول. عشان كده بعض الأولياء زمان كانوا بيكتبوا مثل هذه الطلاسم لأنه كانوا بيتعلموها هم شباب، تمام، فيقوم يكتبها طلسم حرف كده بترتيب معين ومربعات معينة ودواير وحاجات من دي، وبتشوفها أنت بعض الكتب القديمة وبعض الأحزاب القديمة. ابعد عنها، ابعد عنها نصيحة لوجه الله، ولا نجيزكم بقراءتها. ايه بقى علم السيمياء ده؟ قال ابن خلدون في المقدمة: هو علم أسرار الحروف المسمى علم السيمياء، نقل وضعه من الطلسمات إليه في اصطلاح أهل التصرف من المتصوف، وحدث هذا العلم في الملة بعد الصدر الأول عن ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب الحس وظهور خوارق على أيديهم، وزعموا أن الكمال الأسمائي ومظاهره أرواح الأفلاك والكواكب، وأن طبائع الحرف وأسرارها سارية في الأسماء، فهي سارية في الأكوان، وهو من تفريع علم السيمياء. هي السيمياء جاية من الساين in English يعني العلامة، فهم كأنهم بيدرسوا في علامات معينة من وراء الحروف وشكل الحرف إن لها أثر في الحس، فجاية من إيه؟ من الساين، واخد بالك، اللي هي بالانجلش وباللاتين العلامة، والسيمية جاية من العلامات. قال ابن عربي: مشتق من السمة وهي العلامة، أي علم العلامات التي نصبت على ما تعطيه من الانفعالات من جمع حروف وتركيب أسماء وكلمات، وهو علم يكون به تسخير الجن، فالسيمياء نوع من السحر. قال القرافي في الفروق: السحر اسم جنس لثلاثة أنواع، الأول السيمياء وقالوا تخيلات وأوهام، ويسلب الفكر الصحيح بالكلية، وهذه كلها علوم محرمة لا يجوز تعاطيها بحال من الأحوال. والبوني طبعا له كتابه المشهور في الموضوع ده، ويبعد عن الحاجات دي كلها، كل ده تضييع وقت وحرام وإيه وفيه سوء خاتمة، ومحدش مشي في السكة دي وسلم أبدا، فاهم؟ وهو علم السيمياء، فلم يكتسب هذا منهم إلا العلم الذي ذمته ألسنة الشرائع وأطال في ذلك. رغم سيدي محي الدين تعلمه في شبابه وعرف أنه لا خير فيه فحذر منه، فهمت بقى، ولم يمارسه. لكن كان في الزمان ده كان هو سيدي محي الدين نشأ في المغرب، وكانت الحاجات دي مشهورة في المغرب وإلى يومنا مثل هذه العلم، فهو تعلمه في أثناء شبابه، لكن عرف ربنا لأنه حافظ بعض أوليائه فلم يسير فيه ولم يتعمق فيه وحذر منه، فهم؟ ثم قال: ومن ادعى صحبتهم وهو صادق في دعواه، يعني من ادعى ان ليه قرين من الجن وان هو بيجيب له وبيعلمه وحاجات من دي،
فاسألوه عن سبيله في العلم الإلهي. طب اسأله كده عن بعض الحقائق الإلهية، هتلاقيه ما يعرفش حاجة. ده انت لو سألته عن نواقض الوضوء على المذاهب الأربعة ما يعرفهاش. تصور لو قلته ايه أنواع النجاسات ما يعرفهاش. فازاي واحد زي ده هتظن انه هيوصلك لله؟ وهو أبسط حاجة التنزه من النجاسات وإتقان الوضوء اللي هو أصل الصلاة عشان تصح لا يتقنه، فابعد عنهم. عشان كده كثير منهم لا يغتسلون ولا يستحمون، وتلاقي مظهرهم مظهر ايه، رص، ويعيش طول عمره فقران ويموت فقران. فلو كان ينتفع ينفع نفسه اولى، من باب اولى، فما تمشيش ورا هؤلاء الناس. لكن كتير من ايه، من اللي بيزوروا الاولياء بيبحثوا ويشمشموا على دول ويقعدوا جنبهم ما شاء الله، ويستضيفوهم في بيوتهم ويودوهم في داهيه. فابعد عن الكلام ده واتع طرق. حتى لو أخبروك عن بعض المغيبات المتعلقة بأسرار بينك وبين أحوالك، ما تنجرفش ليهم، فاهم؟ ما تظنش إنهم معهم الخصوص، ما يعرفوش حاجة عن ربنا ولا عن النبي ولا حتى تفسير آية قرآنية، لأن شغلوا نفسهم بأمور بعيدة عن الشرع الشريف، فلا مارسوا الشرع ولا مارسوا العلم ولا مارسوا شيء، ولكن انشغلوا بالجن وانشغلوا بإيه، بجذب الناس إليهم، فعاشوا طول عمرهم في هذه الحالة الدنية، فاهم؟ فابعد عنهم. ما هو دي من ضمن الحاجات، أبراج وحركة النجوم والأفلاك وأسرار الحروف وغير ذلك. فاسألوه عن سبيله في العلم الإلهي فما تجدون عنده من ذلك ذوقا أصلا، فرجال الله يفرون من صحبة الجان. يبقى الأولياء يفروا عن إيه؟ عن الاتصال بالملكوت، لأن الجن ده من الملكوت، يعني من العلم الغيبي اللي مش في الحس، فده علم ملكوتي. انت روح تتصل لي بيه، هو ربنا جعلك ما تشوفوش عشان ما تتخيلش بيه. انت عايز تروح تتخيل؟ لو كان في خير كان ربنا خلاك شفته، فهمت؟ مرحبا. يبقى طالما ربنا غيب عنك شيء، اوعى تحاول تبحث انك ايه، تكسر حجاب الغيب فيه، والا تضر نفسك، لانه لو كان في نفع كانش ربنا جعله غيب بالنسبة لك، فهمت بقى؟ لو انت ناوي تعقل. فرجال الله يفرون من صحبة الجن، وقد جرب ان صحبتهم تورث التكبر على الناس. ليه؟ لانه هيبان قدام الناس بقى ان هو من اهل الخصوص ويعرف حاجات الناس ما تعرفهاش، فهو يتكبر على الناس، والتكبر دي صفة ابليس، وابليس جن، فهمت؟ هو هياخد منهم صفة التكبر، فهمت؟ ومن تكبر على الناس مقته الله في نفس من حيث لا يشعر، نسأل الله العافية. الباب الثاني والخمسون. وقال في الباب الثاني والخمسين: اعلم أن النفوس الإنسانية مجبولة على الخوف والجزع من أصل نشأته. لأن يقول لك كده الإنسان خلق إيه؟ هلوع وجزوع ومنوع، ده أصله، فاهم؟ مجبول على كده. والشجاعة والإقدام لها أمر عرضي، والجزع في الإنسان أقوى منه في الحيوانات إلا الصرصر، فلا يشجع الإنسان إلا القوة الوهمية، فإن للوهم سلطانا أقوى وأطول. الصرصر ده نوع من أنواع العصافير الصغيرة، يجي الليل عليه يبقى مرعوب من الضلمة، يقوم يفضل واقف على غصن ولافف رجليه كده ويصوت للصبح من الخوف، فهمت؟ فده ايه بيقول لك بقى ايه، ان الانسان طبيعته هلوع كده وخواف، واخد بالك؟ واخوف منه هو الصرصر بقى، اللي هو اللي يعني ايه طول الليل يصرصر ده ويصوت علشان خايف لحد ما يطلع النهار. فلا يشجع الانسان الا القوه الوهميه، فان للوهم سلطانا اقوى واطال في ذلك. لكن انت لما تترك اصل نشاتك وتتعتمد على الله، تلاقي الجزع يحل محله ايه، صبر وحلم واناء، وتلاقي ايه المنوع ده يبقى كريم ومنفق، فهمت بقى ازاي؟ والجهول ده يبقى عالم، فهمت؟ والعجول يبقى عنده اناء، طالما عرفت ربك بقى. انما طول ما انت مش عارف ربك هترجع لاصلك، جزوع هلوع منوع، واخد بالك؟ ثم قال:
فللوجود لذة وحلاوة، ولتوهم العدم العيني ألم شديد عظيم في النفوس لا يعلمه إلا العلماء بالله. لأن الإنسان له أصل عدم وله صورة وجود بغيره وهو بالله، فتملي نظرته على العدم تجعله باستمرار عايز يحافظ على وجوده، فهم؟ مش عايز يرجع عدم تاني، وده سر الحرص على الحياة، فهمت؟ لأنه مش عايز يذوق العدم مرة أخرى بعدما ذاق الوجود، لأنه ولو عين على عدم لأنه أصله كان عدم، ولو عين على الوجود وهو الإمكان، فالإمكان إيه؟ هو البرزخ بين العدم وبين الوجود، مش كده برضو؟ وأنت من الممكن، فلك عين على عدم أصلك، هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا موجودا، فهمت؟ وبالتالي فللوجود لذة وحلاوة، يقول لك حلاوة الروح، مش كده برضو؟ خايف لحسن يفقد روحه، يفقد وجوده، يرجع عدم تاني، فعنده تشبث بالحياة، فهمت؟ دي طبيعة الإنسان كده. ولتوهم العدم العين ألم شديد عظيم في النفوس لا يعلمه إلا العلماء بالله، وقد أوجد الله الإنسان من عدم، فكل شيء توهمت نفسك فيه أنه يلحقها بالعدم أو بما يقاربه هربت منه وارتاعت وخافت. وعشان كده في الحروب بتاعت اليومين دول من أيام الحشاشين، طائفة الحشاشين دي اللي عملها حسن الصباح كان يجيب المخدرات اللي هو الحشيش ويديه للجنود بتوعه عشان تحت نشوة الحشيش يأمرهم يرموا نفسهم في النار ما يموهمش، يفقدوا بقى ايه؟ الخوف من العدم، خوف من الموت. وطور طبعا هذا بعد ذلك هتلر في الحرب العالمية الثانية، وكان بيديهم حقن ويديهم حاجات يضيفها على مياه الشرب للجنود بتوعه، عشان كده كانوا يتلذذوا بالقتل ويتلذذوا بانهم ينجرحوا، يعني يفقدوا حتى ايه؟ خوفهم من العودة للعدم بسبب ايه؟ تأثيرات بتاعة الأدوية والحاجات اللي هم بياخدوها. وإلى الآن في أوكرانيا بيدوهم نفس القصة دي، لأن أصلا أوكرانيا متعلمين من النازية، فهمت إزاي؟ وهو ده السبب اللي هو بيخرب بيته وفرحان، قاعد بيهد في بلده وفرحان، وبيقتل في الناس وفرحان، لأنه مش في حالته الطبيعية تحت تأثير المخدرات، فهم؟ المخدرات دي ساعات ياخدوها لهم يعملها لهم في صورة إيه؟ حتى غازات عن طريق بتاع يوم يشمها يوم يجيله النشوة دي، فينسى خوفه من العودة للعدم فينطلق يقتل وإيه ويدمر ومهموش إنه يموت، فرقش معاه، فهمت بقى إزاي؟ وما زالت هذه الحروب الحديثة كلها بهذه الطريقة، بيحولوا الجنود إلى إنسان آلي بهذه الأشياء. والوقت إيلون ماسك بيفكر تبقى شرائح كمان تتزرع في المخ علشان يعرف يعمل لها ايه؟ ريموت كنترول، يبقى ايه؟ يبقى قاعد بيتحكم فيهم عن طريق الشرائح وهو قاعد في حجره مكيفه وقاعد هو بيوجههم زي ما عايز. كل ده موجود علشان يفقد الانسان غريزه حب البقاء، يوم ايه؟ ساعتها يرمي نفسه بقى للتهلكه وهو في نشوه. يبقى عايز يخرج الانسان عن فطرته. وقال لما علم الله ان النفس ليس شيئا اشد منها كبرا للنفخ الإلهي، ألزمها بالصورة الطبيعية دائما في الدنيا وفي البرزخ في النوم وبعد الموت، فلا ترى نفسها قط مجردة عن المادة. نفسك دي اللي تكونت منك بعد التقاء الروح بالجسد الترابي، تكونت النفس، والنفس دي أصل نفخة الروح، ونفخة الروح فيها خصائص ممن نفخها ممن خلقها كالعزة والكبر والحاجات دي، فهمت ازاي؟ ففيها هذه الخصائص. فربنا علشان يعالج هذه الخصائص اللي موجودة في نفسك ألزمك الافتقار، مفتقر في كل لحظة لبربشة عينك والبلع ريقك وللنفس، ويجي لك ألام تتعبك لما، والنوم يقهرك، والجوع يتعبك، والعطش يضعفك، فأنت مغروس بالافتقار. ليه؟ عشان يعالج فيك، لولا هذا لكنت تكبرت تكبر شديد لما فيك من سر النفخة الروحانية الإلهية، فهمت بقى؟ يا ربنا ألزمك الصورة الإنسانية الفقيرة دي لكل شيء في كل لحظة علشان يعالج فيك أثر النفخة الإلهية اللي فيها العزة، لأنها جاية من عالم الجبروت وعالم الأمر، فهمت؟
فلا ترى نفسها قط مجردة عن المادة. وعلشان كده لا ترى نفسك مجرد عن ايه؟ انك تتنفس وانك تبلع وانك تاكل وانك تشرب وانك تلبس وانك تستكين وانك انت تتحرك وانك انت تبربش عينك وانك انت يعني شوف فقير في كل لحظة. فهمت؟ وفي الآخرة لا تزال حتى هذه ايه النفخة الإلهية في الجسد اللي ربنا هيبعثك بيه برضو يوم القيامة وهيدخلك بالجنة. جسد برضو محتاج يأكل ومحتاج يشرب ويتمتع ويتلذذ. فهمت؟ فبرضو حتى وانت في الجنة هتبقى فقير بس مفتقر لنعم ربك زي ما انت بقى في الدنيا مفتقر لنعم ربك. وفي الآخرة لا تزال في أجسادها فيبعث الله في صورة البرزخ في الأجساد التي أنشأها لها يوم القيامة وبها تدخل الجنة والنار، وذلك ليلزمها الضعف الطبيعي فلا تزال فقيرة أبدا. وعشان كده قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا خبر لا يدخله تخصيص، أنت فقير إلى الله في حال في كل أحوالك، حتى وأنت في الجنة فقير إلى الله، وأنت في النار فقير إلى الله، وأنت في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، وأنت في الدنيا سواء كنت طفل صغير أو شاب أو شيخ أو كهل، أنت فقير في كل أحوالك. وحال كونك في القبر فقير، وحال بعثك في إيه في البعث والنشور فقير، فالفقر لا يزول عنك. فهمت؟ وذلك ليلزمها الضعف الطبيعي فلا تزال فقيرة أبدا. ألا تراها في أوقات غفلتها عن نفسها كيف تهجم على المقام الأقدس وتدعي الربوبية وتقول في غلبة ذلك الحال علي أنا الله وسبحاني. بعض الأولاء يغلب عليه الحال، يغلب عليه الحال فتغيب عنه بشريته فيتكلم باللسان الجبروت فيقول سبحاني ما أعظم شأني، زي ما فرعون كده قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. اتكلم بقى على لسان الجبروت. فربنا لما خلاك فقير عشان ما تقولش كده أبدا، قول سبحان الله، ما تقولش سبحاني. لا تتخذ إلهك هواك ولا نفسك هواك حتى تعبدها من دون الله، لا. فعالج لك الحاجات دي بهذه الأمور كلها. كما قال ذلك بعض العارفين على لسان الحق، وذلك لغلبة الحال عليه. ولذلك لم يصدر هذا اللفظ قط من رسول ولا نبي ولا ولي كامل في علمه وحضوره، إذ الكامل ردم ملآن بضعفه وفقره. كلما كمل حالك تحققت بالعبودية، والعبودية عجز وافتقار وجهل. فهمت؟ فكلما تحققت بالعبودية غطاك بوصفه. لكن أول ما تخرج عن صفات العبودية تظن أن لك قدرة وأن لك علم وأن لك خصوصية وأن لك لك، هتبص تلاقي إيه؟ تقول أنا أنا. واللي يقول أنا أنا يبقى محجوب بنفسه عن مولاه. فهمت؟ وأطال في ذلك. لكن في رشحات قيلت على ألسنة بعض إيه الأولياء لما غاب حس، يبقى دي حلقات حالات غياب بس وفناء لحظية، يقول فيها ساعتها بيتكلم على لسان ايه؟ القدرة، على لسان خالقه لا على لسان العبودية. وبالتالي الولي الكامل ما يمرش بالحالات دي ولو لحظة، ولو مر لا تدوم. ده من علامات كمال الولاية. فهمت؟ ثم قال ولولا القوة التي أظهرها النفخ الإلهي في الإنسان ما توجه عليه التكليف. يعني ولولا أن هذه الروح فيها هذه القوة ما أورثت هذه النفس المكلفة العاقلة بالتكليف وعمارة الأرض والنصح الخلق والجهاد في سبيل الله. فهم؟ لولا أن في هذه القوة، فالقوة دي عليك أن تسخرها بقى لما خلقها الله فيك من أجل أن تعبده بها، لا أن تعبد نفسك بل تعبد الله بها، ولا أن تتجبر على الناس بل تنصح للخلق، ولا أن تهدم الأرض بل تعمر الأرض. فهمت بقى؟ تحولها إلى حاجة تانية، وده أصل التكليف. ثم قال ولولا القوة التي أظهرها النفخ الإلهي في الإنسان ما توجه عليه التكليف ولا قيل له قل وإياك نستعين. فبذلك القدر الذي فيه من قوة النفخ الإلهي التي أظهرها النفخ توجه عليه التكليف، فصدقت المعتزلة في إضافة الأفعال إلى العباد من وجه بدليل شرعي. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أدي الدليل الشرعي بتاع المعتزل أن الإنسان يخلق أفعاله ويساب عليه.
وصدق المخالف في إضافة الأفعال كلها إلى الله أيضا من وجه بدليل شرعي، والله خلقهم وما تعملون. يبقى المعتزلة نظروا إلى جهة، وإيه وأهل السنة نظروا لجهة أخرى، فهؤلاء نسبوا أن كل الخلق لله فلا خالق معه، وأن الإنسان لا يخلق أفعاله، وإيه والمعتزلة غرهم عقلهم والنفخ الإلهية فيهم وحرية الإرادة المنطبعة فيهم، فظنوا أن لهم قدرة فنسبوا الأعمال إليه. فهم؟ بدليل شرعي وعقلي في قوله بالكسب في أفعال العباد. يبقى إيه أهل السنة قالوا أن العلاقة بينك وبين أفعالك علاقة اكتساب واختيار، لا علاقة خلق وإيجاد. أنت بتكتسب وتختار، فربنا يخلق ما اكتسبته واخترته. زي مثال إيه اللي قلته لك زمان، الابن، أنت ابنك منسوب لك ابنك وأنت ما خلقتوش، والعمل برضو ابنك يتولد منك، مش العمل بيتولد منك؟ زي ابنك اتولد منك وانت ما خلقتوش، العمل اتولد منك وانت ما خلقتوش، فانت ما خلقتش عملك. فهمت بقى؟ فقالوا انك انت ينسب اليك العمل ايه؟ اكتسابا وايه؟ واختيارا، ولكن ينسب الى الله خلقا وايجادا. ده اهل السنه عشان يحلوا الاشكال اللي ايه؟ اللي المعتزله وقعوا فيه لم ينظروا اليه الا من جهه واحده. فهمت؟ وسيأتي إيضاح هذه المسألة في الباب 21 و100، فراجعه يزول عنك الإشكال. وقال نسبة الإنسان إلى أمه أولى من أبيه، لأنه لأبيه ابن فراش وهو ابن لأمه حقيقة. يعني علاقتك بالأم، لأنك أنت أصلا بتبقى عبارة عن إيه؟ نطفة صغيرة في رحم الأم، بتتكون أكتر من دم الأم، وبتمكث في رحم الأم أكتر، وبتبقى في حضانة الأم وبترضع منها أكتر، فنسبتك للأم من حيث الوجود المادي أكثر من نسبتك للأب من حيث الوجود المادي. فهمت بقى؟ وعشان كده النبي قال إيه؟ من أحق الناس بحسن خبر؟ قال لك أمك ثم أمك ثم إيه؟ أبيك. الباب 53. وقال في الباب 53 يجب على من لم يكن له شيخ أن يعمل بهذه 9 أمور حتى يجد الشيخ. يعني اللي مالوش شيخ مربي يعمل إيه؟ يعمل 9 حاجات يواظب عليها لحد ما ربنا يتولاه ويرقيه، يا إما يرقيه بلا شيخ لاجتهاده وجهاده، أو يرقيه بأن يدله على الشيخ، فهمت؟ اللي يكمل له إيه؟ مسيرته إلى الله. وهي الجوع والسهر والصمت والعزلة والصدق والصبر والتوكل والعزيمة واليقين. الجوع عند الصوفية مش معناه انك انت ما تاكلش، لا، يعني معناه لا تأكل الا الحلال، ولا تأكل الا اذا جعت، ولا واذا اكلت لا تشبع، ولا تأكل الا الموجود، ولا تطلب المفقود. هذه معنى الجوع عند الصوفية، يعني لا تأكل كل ما تشتهي وقت ما تشتهي، الموجود هو اللي تأكله، وما تأكلش الا يكون حلال، ولما تاكل ما تاكلش الا وانت جعان، ولما تاكل ما تشبعش. شفت بقى؟ ادي معنى الجوع عند الصوفيه. فالجوع مش ترك الطعام بالكليه، لا، لكن في ادب معين تراعي. فاللي بيجيب دليفري ده وعنده اكل في البيت، ده طول عمره بيعلم نفسه البطر، عمره ما هيعلم نفسه الايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ يقول له لا يوجد الا خل يا رسول، يقول نعم الادام الخل، وكان ممكن يؤمر بذبح ما شاء، لكن ايه؟ يرضى بالموجود. لا يوجد عندنا الا كسرات خبز بقيه من اطفال، يقول ايه؟ ياكلها. وكان يتحرى السفل من الطعام، يعني بقيه الطعام في الاناء وياكله، ويقول التمس بركه المؤمنين. يبقى دي حاجه تانية. شفت اكل النبي كان ازاي؟ كل زي النبي. كان يقول اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب، تاكل بتواضع، تاكل الموجود، تشكر على القليل والكثير، ولا تطلب المفقود، وتأكل من الحلال الصرف، وإذا أكلت لا تشبع، بحسب ابن آدم القيمات يقيمن بها صلبه. فهمت؟ أدي معنى الجوع. وبعدين السهر، والسهر معناه إيه؟ ما تنامش إلا غلبة، مش تخش إيه تنيم نفسك، ولو مش عارف تنام تاخد منومات كمان، لا، ما تنامش إلا غلبة، ما تاخدش منومات إلا إذا كنت وصلت لحالة المرض بقى،
امتنع عنه كان نوم عدة ايام. ده مرض كده بقى هتهلوس، يبقى خد بقى. لكن انت في حالتك العادية ما تنامش الا غلبة، لما يغلبك النوم نام، واول ما تنتبه انتبه وقوم، ما تبقاش انت تتقلب في السرير ساعتين ثلاثة على ما تقوم انت منتبه، ما ينفعش كده. ده معنى السهر عند الصوفية. يبقى السهر النوم غلبة، ومجرد ان ينتبه يصحو ليؤدي واجباته نحو الله. فهمت؟ هذه طريقة السهر عند الصوفية. والصمت، لا يتكلم الا لو كلامه فيه ايه؟ فائدة، وإلا يصمت. مفيش حاجة اسمها بيفضفض ويلا نتسلى ونتكلم ونضيع وقت ونجيب كيلو لب نأزأز ونتكلم ونجيب لنا 10 عيدان قصب ونقعد مصمص ونتكلم ونتمشى ونتسكع في الطريق ساعتين ثلاثة ونتكلم. الصوفية ما يعرفوش الكلام ده، ولا يعرفوا قعدة القهاوي ولا النوادي ولا المكالمات الطويلة في التليفونات. كل ده ما ينفعش، تضيع وقت ومصاحب ايه؟ بمعاصي كثيرة، معاصي اللسان كثيرة، وليكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد والسنتين. يبقى معناه الصمت الا عن الخير. والعزلة، زي ما قلت لك، كل ما تبعد عن الناس تبعد عن سماع الغيبة وعن ايه؟ وعن السخرية من الناس. وانت لما تحتك بالناس يا هتسخر بيهم، يا هتسمع معاصيهم، يا هتشارك فيها، يا هيلهوك عن ايه؟ عن وظيفتك اللي ربنا اقامك فيها. فيبقى ايه العزلة؟ معناه ايه؟ انك انت تقترب من الناس تعتبرهم ان هم داء ودواء، داء ودواء، يعني تتعامل معهم على قدر الضرورة وبقدر الضرورة. فهمت؟ عشان كده سيدنا علي كان يقول ايه؟ الاستئناس بالناس عين الافلاس. والصدق، ربك لا يرقي انسان وهو كذاب ابدا، ولو بالهزل، ولو حتى بالهزار، اوعى تكذب ولو بالهزار. فهمت؟ عشان كده الرسول بيقول انا زعيم ايه؟ ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق، وبيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح او الكذب ولو كان ايه؟ ولو كان مازحا، لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. مش كده؟ عارفين الحديث ده، كلنا عارفينه. يبقى ايه؟ لازم يتسم كلامك بالصدق في كل احوالك، في الجد والهزل. فاهم؟ كل دي الطرق اللي هي لما يبقى ملكش شيخ لازم تمشي بيها، عشان ربنا يوفقك وياخد بايدك منك ليه. والا هتفضل طول عمرك منغمس في نفسك الجهولة الظلومة العجولة المنوعة، اللي تحب المدح وتحب ايه؟ الكبر والغرور والظهور، ولو ما لقيتش حد يمدحها تمدح نفسها. والصبر بقى، الصبر طبعا، الصبر جميل، الصبر مفتاح الفرج، وده مذهبنا في الحياة، الصبر جميل. فهمت ازاي؟ والصبر ده ايه؟ ليس له ثواب الا الجنة، ويوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الصبر معناه ايه؟ معناه عدم الشكوى، عدم الشكوى، ومعناه المداومة على الطاعة. فالصبر معناه انك انت تداوم على فعل الطاعات وتصبر عليها، وتداوم على ترك المنكرات وتصبر على ذلك، ثم تصبر على قضاء الله وقدره. يبقى عندك 3 حاجات في الصبر. يبقى بيقول لك هنا، بيقول هنا الصبر، واحنا قلنا الصبر ليه وجوه بقى. الصبر يعني على الطاعة فتداوم عليها، والصبر عن المعصية فتداوم على تركها وتجنبها، والصبر على قضاء الله وقدره فيك وفي غيرك فلا تشتكي ولا تتململ، والصبر على إيذاء الناس دون أن تواجهه بالإساءة إليهم أو التشفي فيهم أو الدعاء عليهم. شفت الصبر ليه كم واجبة؟ الصبر ده مهم، ويسموه الموت الأسود، لأنه صعب، صعب إن واحد يأذيك وأنت ما تتمنى له كل خير وما تغضبش فيه ولا تدعي عليه. صعب قوي دي على النفس، صعب قوي إنك أنت تواظب عمرك كله على طاعة الله وعمرك كله بعيد عن معصية الله، فيش فطور، صعب قوي. وصعب أيضا إنك أنت ترضى بقضاء الله في كل أحوالك
في حال النفع والضر والعطاء والمنع والضعف والقوة والنشاط والثقل، في كل أحوالك راضي مبسوط ما تشتكيش. دي صبرة شوية. عشان كده قال لك إن الصبر ده بيسموه الموت الأسود، ومخالفة النفس يسموه الموت الأحمر، فاكرين أنتوا؟ والزهد في الدنيا ده الموت الإيه؟ الأخضر. والجوع وعدم زينة الدنيا يسموه الموت الأبيض. يعني لازم تموت الموتات دي كلها بكل الألوان، تكنيكالر. فهمت؟ فالصبر ده مهم جدا، تاخد بالك من الحكاية دي. واحنا اتكلمنا على الموتات دي قبل كده في المجلس اظن الماضي او اللي قبل الماضي. يبقى قال لك اللي مالوش شيخ لازم ايه يعمل ايه؟ يلتزم بتسع امور: الجوع والسهر والصمت والعزلة والصدق والصبر. الصدق معناه ايه؟ الصدق معناه مداومة ايه؟ الانسان على الصلاح في السر والعلن طول عمره. لكن الإخلاص ألا تبتغي إلا وجه الله في العمل، فقد تكون مخلص لحظة في عمل من الأعمال، لكن الصادق مداوم. فهمت؟ وتترك طبعا إيه؟ الهزل والكذب والمبالغات. ده في الصدق والصبر. بعدين التوكل. التوكل والأخذ بالأسباب المتاحة المباحة والرضا بالنتائج، لأن النتائج من الله. أدي التوكل، تاخد بالأسباب المتاحة المباحة. أنا عيان أروح للدكتور يقول لي الدواء بتاعك اللي موجود في مصر أهو، في دواء تاني في أمريكا، آخد بتاع مصر المتاح المباح، ما دورش على الدواء بتاع أمريكا وأنا أصلا قاعد هنا في القاهرة. فهمت بقى إزاي؟ وإلا يبقاش توكل ده، لأن أنا عارف إن الدواء لا يشفي بذاته، اللي بيشفي بالله، وطالما بيشفي بالله يبقى آخد المتاح المباح. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى أخذ السبب المتاح المباح القريب مني اللي في إمكانياتي، لأن أنا عارف إن النتائج بإيد ربنا مش بالسبب. فهمت؟ أدي التوكل. لكن اللي بياخد بالأسباب ويسأل على أقوى الأسباب يبقى ده معتمد على الأسباب. المؤمن المتوكل يشوف إيه المتاح المباح وياخد بيه ويقول يا رب، لأنه عارف إن النتائج بيد الله مش بالأسباب. وكم من مريض شفي بجرعة ماء، واخد بالك؟ وكم من مريض راح جميع مراكز العلاج العالمي ورجع ميت في تابوت. فهمت؟ لان الامر كله بيد الله. يبقى ده التوكل. التوكل الاخذ بالاسباب المتاحه المباحه دون الاعتماد عليها والرضا بالنتائج، لان النتائج من الله وليس من السبب. ده التوكل. والعزيمه يعني يبقى لك اراده. لك إرادة وعزيمة اللي هي مستعين بالله على طول. احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. شوف، ولا تعجز دي العزيمة، ده كلام النبي. واليقين، اليقين إن هي إيه؟ اليقين ثلاث درجات. علم اليقين إنك تعلم أن الأمور كلها بيد الله، وأن الخلق كله لو اجتمعوا أن ينفعوك أو يضروك لا حينفعوك ولا يضروك، كله من الله، فكن مع الله وذرهم في خوضهم يعملون. فهمت بقى؟ ادي اليقين. علما اذا كان عندك دليل من القرآن والسنة، وعينا يعني ايه تحققت ذلك مشاهدة، ثم بعد ذلك بالممارسة تنتقل الى حق اليقين. فهم؟ يبقى اليقين علم قائم على دليل، وعين قائم على المشاهدة، وحق قائم على الممارسة. يبقى هم دول التسعة حاجات اللي انت تواظب عليهم ان لم يكن لك شيخ، حتى يمن الله عليك بان تولد من نفسك الأمارة الى النفس اللوامة فالراضية فالمطمئنة فالكاملة فالملهمة. فهمت؟ عايز كم ولادة؟ ولادات كتيرة قوي. قال: وانما كانت تسعة لانها بسائط الاعداد والافلاك ايضا تسعة، ولا حكمة إلهية يعرفه أهل الله، وأطال في بيان كل واحد من التسعة. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله المجلس القادم الباب الرابع والخمسين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.